السلام عليكم اخويا جمال، كيراك داير؟ صافا بخير الحمد لله. المستمعين كيراكو دايرين؟ نتمنى ان كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي احسن حال، والله يعطيكم ما راكم تتمناو ان شاء الله. المهم انا اليوم جيت نحكي لكم على قصتي اللي نعتبرها انا بالنسبة لي شوية مؤثرة، قصتي اللي تحكي على واحد الكوبل اللي كانوا مصاحبين هذه 3 سنين. المهم شوفوا بلا مقدمات ندخلوا دايركت في الموضوع. في القصة انا كنت مصاحب مع واحد البنت، كنا مصاحبين 3 سنين وحنا مصاحبين، لما الصراحة كنا عايشين لا بيل في. ونزيدكم هذه الحاجة، هذه البنت الصراحة كانت هي أول حب بالنسبة لي. مهم كنا مصاحبين، احتر واحد النهار جات عندي بنت خالتها، لقاش بنت خالتها كانت عارفة بلي راني مصاحب مع فلانة بلا ما نذكروا الاسماء. اولا ما عرفتكمش على راسي، انا سميتي عمر من وجدة. المهم نولي السوجي، جات عندي قالت لي يا ودي فلانة راها نخطبت نخطبوها. قلت لها ودي واش راكي تقولي، واش شي قلب هذا ولا؟ قلت لي لا ما قلب ما ولا، هوشتها راها مخطبوها وهي ما بغاتش، ودارهم اللي يسيفوا عليها وباش تتزوج وكذا منها. انا ما نكذبش عليكم اخوتي، في ديك اللحظه اللي قالت لي ديك الهضره ما شعلت معايا. المهم صافي قلت لها بارك الله فيك، ما بغيتش نبين. جيت للدار عيطت لها، راك شايف ان ديك الحراره ما تبقاش، بنادم كي تكون في ديك الحراره ما بقاش قاعد يكابتي واش راه يقول. صونيت لها قلت لها واش هاد الخدمه منا، وهادي هي الوعود اللي كنت تعطيني، وهادي هي لافيداليتي وكدا منا. مهم وعدت لها صراحة شي كلام قاسي. صافي من بعد واحد 3 ايام ولا عيطت لي قالت لي نتلاقاو. قلت لها ودي شوف يا بنت النظر، كانت هي مبقى بيناتنا حتى حاجة، مبقى عندنا فاش غادي نتلاقاو؟ درك انت راكي براجلك وصافي. المهم بقات عليا لا نتلاقاو لا نتلاقاو، بقات تحلف. قلتلها واخا المهم تلاقينا. كي تلاقينا صافي مشيت عندها، جيت نمدلها يدي باش نسلم عليها، طرا عنقتني وزيرت عليا با. مهم انا ما كذبش عليكم، في ديك اللحظة عيني تغرغروا بالدموع وهي بقات تبكي. مهم فتحت لها دموعها نشوفه في لعب عينيها، حتى قالت لي اسمح لي ومنا وراه ماشي لخاطري وكذا منا، وانا مستعدة من دركين صافي نسمح في هذاك ونولي لك نتايا. قلت بنت ناس قلت لها دوك يا صافي شوفي ما بقى عندنا فاش يهدر في هذا الموضوع كذا منا. جا فايت خوها، جا عندها شاف ما شافنا اخوها، جا عندها بقى يزعف عليها بابا بابا بابا. وانا معا كانت ديجا بنت خالتها قالت لي يعني دارهم هما اللي سيفوا عليها، دوك الجنون اللي كانوا فيا بغيت نبردهم فيه وزعما فرصه. المهم تشدينا انا وياه، بقينا نضرب فيا نضرب فيك نضرب فيا نضرب فيك، حتى جاوز للكون الناس. مهم من تما صافي دارهم ما بقاوش يخلوها تخرج، بقاو يبلعوا ليها البيبان وهي بغات تهرب بغات تجي لعندي. وهذا الشيء كامل اللي كان يدور في دارهم كانت تعاودوا لي بنت خالتها، كانت تعاود لي كلش. اصلا كانت بعد الهضرات لقاش كانوا يبلعوا لها التليفون، شي هضرات شي مرة توصل لي يعني ديك فلانة تقول لبنت خالتها وبنت خالتها تجي تقول لي. المهم صافي من بعد انا مقتلانة لانا كلها نشربهم وليت حالة وخسرت في الباك. مهم زعما والوالدة ديالي مسكينة كانت عارفة بلي كان بيني وبينها، بقات تصبر فيا وتواسيني، ولدي معليش ولدي معليش ماشي مكتابك وكذا منا. المهم صافي جاو ليا مات نتاع العرس، صحابي
المهم كما يقول لك الله يعز الصحاب، الله يعز الصحاب وصافي. دوك 3 ايام تاع العرس زعما ما كانوش قاعد يتفارقوا معايا، سيرتو واحد صاحبي. المهم كانوا معايا يواسيوني وخافوا الى نمشي لدار العرس وندير لهم تما شي فضيحه راكو عارفين. المهم جا نهار العرس، بغيت نمشي للعرس وما خلاونيش. قلت لهم اودي راني غادي غير نمشي، غادي غير نمشي نشوف، ما غادي ندير حتى حاجه، غير خليوني نمشي. المهم مشينا، مشى معايا واحد صاحبي. المهم دخلنا جلسنا، جا عندي باها، شافني باها جا عندي قال لي شوف اولدي الا تقعد تقصر مرحبا بك، الا راك باغي دير شي فالطه ولا تنوض شي روينه غير روح احسن لك. قلت له لا عمي ما بتخاف، ما كان والو. المهم جلسنا شويه، انا كنت جالس انفص للكرسي نتاع العروسه. شافتني هاد اللقطه، شافتني بقات تشوف فيا، كي شافتني انا ما استحملتش ما نكتبش عليكم، مشيت صافي خرجت. من بعد صافي فات العرس وفات، المهم فاتت واحد اللي نقول لكم واحد 15 يوم ولا 20 يوم. حيت تطلب البريفي، عيطت لي قالت لي قلت لها الو شكون، قالت لي انا فلانه. قلت لك لا باس، قلت لي راني بغيتك تعرف باللي انت يا هو اللي بغيتك، وخراني مع واحد اخر قلبي راه معاك انت منا، وما غاديش ننساك، انا محالي واش ننساك. قلت لها شوف يا بنت الناس، دركي انت يا ركب راجلك. قلت لها هاد الهضره اللي راكي تقوليها دركي ما عندها فاش غادي تفيدك ولا تفيدني. لا انا قلت لها دروك انت يا غير عيشي حياتك وانا غادي نعيش حياتي. قلت لي ما نقدرش، قلت لها انا نقدر، قلت لها انا اصلا راني صافي نسيتك، وبحالي داكشي اللي كان بيناتنا بحالي عمره ما كان. وانا هاد الهضره بقيت نقولها لها باش يعني اون بو دير، باش زعما هي نكرهها فيا، باش تكون عندها يعني واحد، تكون عندها واحد الطاقه باش تنساني. صافي انا ما نسيت قدام منها، قلت لها شوفي وعديني انك غادي تبداي حياة جديدة وتنسيني بحالي انا كاع عمر ما كنت. قد تبكي عاود قدام منها، قلت لها صافي هذا هو لابي التالي بيناتنا، وهذه هي الهضرة التالية بيناتنا، والله يعاون وتهلاي في راجلك وتهلاي في راسك. المهم وقطعت. ايوا هدي قصتي، ادرك هاد الاحداث هادو فات عليهم يلا واحد العامين بالليل اللي صرا هاد الشي. ايوا هذا ما كان. ايوا وشكرا لخويا جمال على هاد الفقرة اللي عملناها، شكرا بزاف. ايوا وإلا كانوا عندكم شي نصائح نصحوني، ونصحكم انا واحد الحاجة اللي في وجه الله، اللي بغى ينجح في حياته، اللي بغى يعني ينجح عليه بثلاثة نتاع الحوايج: الصلاة، الصلاة بعدها ضرورية هي أول حاجة، ويكون مزيان مع ربي بنية، يكون مزيان مع ربي بنية صافية، ويخدم الحاجة اللي يكون يخدمها يبغيها، يكون يحب الحاجة اللي يكون يخدمها. لاقاش بنادم كي يبغي الحاجة يبدع فيها أكتر، ورابع حاجة صلاة الفجر. أخوتي اللي يصلي صلاة الفجر ما يخصه التأخير.